اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أم النهاردة سمك، ولما نقول خليها سمك أكيد بتركاية المغازي وبطعم تاني وبشكل تاني وبرضه تكلفة قليلة جدا، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. السمك النهاردة بتاعنا بوري من خير مزارعنا، هنعمله مشوي النهاردة على طريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم. البوري بتاعنا النهاردة الجميل الحلو، هنشوف ايه مشاكل الزفارة اللي فيه وازاي السمكة تبقى لطيفة وجميلة واكل كل حتة فيها بدون ما احس ان فيها اي زفارة. معانا بوري النهاردة هنعمله مشوي في الفرن. معانا شوربة السي فود النهاردة، ولما اقول سي فود يعني جمع، يعني اكتر من ثلاث حاجات، يا اما قشريات يا اما رخويات يا اما اسماك. احنا معانا شوية كاليماري وشوية كابوريا وشوية جندفلي، هتبقى شوربة لطيفة وبسيطة. ولكن مش قصة مكونات الشوربة، قصة اللون، الشوربة بيبقى لونه ابيض ازاي وكريمي ازاي واخدة القوام، هي دي التركاية، انما المكونات دي ما تشغلنيش. معانا رز النهاردة، هنعمل رز بالبصل والشبت، هيعجبكم ان شاء الله، لان سفرة عليها سمك يبقى عليها رز، ولكن رز مصري هنعمله بطريقه جديده النهارده. السفره كمان محتاجه طبق سلطه خضراء في ايام الصيف، يا اما الايس كريم يا اما السموزي يا اما العصير المثلج، وكمان السلطه الخضراء تطلع من الثلاجه فيها تبريد كده لطيفه، وخاصه اللي كانت محتوياتها خيار وطماطم وبصل والجرجير، ده مفيد جدا مع السلطه الخضراء. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، بما ان احنا خارجين من العيد، كل عام وحضراتكم بخير، وخليها سمك النهارده، ولكن بمدرسه المغازي بالتاكيد هيكون له طعم تاني وشكل تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بص بقى يا ست الكل، احنا معانا بوري النهارده. البوري ده يا اما ناكله سنجاري، يا اما ناكله زيت وليمون، يا اما ناكله مشوي رده، يا اما ناكله صينيه بالبطاطس. انا هعمله النهارده مشوي في الفرن بطريقتي الخاصه، له زيت وليمون وله رده وله صينيه بالبطاطس. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشه يا استاذ رحاب. بوري، الله، حلو ومن خير مزارعنا، 3 حبات في الكيلو، حبتين في الكيلو حسب الحجم. ومعانا ثوم وكزبره وكمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل طبعا، وما تنسيش شويه كزبره خضراء وكرفس يكون موجود معانا. المقادير البسيطه في متناول الجميع، ولكن تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بنجيب صينيه بنطلعها كده من الفرن، هي سخنه، بنخليها قدامنا عشان نكسب وقت والبوري يستوي معانا. صينيه مجهزه ان هي تخش الفرن، وده الطبيعي ان ممكن انت تعمليه عادي خالص. حلو الكلام. هناخد البوري الحلو ده كده يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا مخرجنا يا جميل، انا عارف انك بتحب السي فود. البوري الصغير انا بحبه، بيقول لي البوري الصغير احسن ولا البوري الكبير؟ سؤال وجيه جدا ما تسالتوش قبل كده. دايما يقول لك انا عايز بوري كبير. لا بالعكس، البوريات طول ما هي 300 جرام 350 جرام احلى بكتير من الكبيره، خلي بالك. دي كبيره شويه، دي 400 تقريبا او 350. البوري ده حلو قوي، بوري صاحي لسه، اللهم صل على النبي. البوريه الصغيره احلى من الكبيره لما تتشوي. طب صينيه بالبطاطس؟ لا، خليكي مع البوري الكبير، تقطع جزل تبقى لطيفه وحلوه. نشيل دي من هنا اللي عامله زحمه دي. حلو. في بوري تلاقيه 3 حبتين في الكيلو، في بوري تلاقيها 600 جرام. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعت السمك ده كده قبل ما نحطه في الصينيه مع بعض. بنجيب بوله صغيره زي دي كده، ونحط فيها شويه ثوم. الله، شويه ثوم، شويه خضره من دي، كرفس على كزبره على بقدونس. بجد يا شيف؟ قرن فلفل حار زي ده كده، احمر على اخضر، ونفرمه بالسكينه كده ناعم. انت هتعملي احسن مني لو دخلت المطبخ، بس جربي الطريقه دي، لان احنا السمك دايما يحب التجديد. يعني ايه؟ نغير من الطعم، لان السمك واحد، بوري هتلاقيه كله شبهه بعضه، البولتي نفس الطريقه، والبوري والبولتي هي الاكلات بتاعتنا اللي نقدر ان احنا ناكله مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع. ده فلفل حار بنحطه هنا كده زي الفل، شويه الملح الحلوين
والسمك ما يحبش البهارات الكتيرة على فكرة، مش بتعملي شاورما يعني، شوية الكمون وشوية الكزبرة وبس. البهارات الكبيرة بتلغي طعم السمكة. دي كزبرة ناشفة، شوية كمون حلوين، شوية بابريكا حلوين، بس خلاص. هنشيل ده كله من هنا ونحط شوية شطة. الشطة الأسواني دي حلوة قوي، اخوانا في أسوان والأقصر الناس الطيبين اللي أنا بحبهم. سبايسي، حلو الكلام. ايه التركيبة بقى؟ مش ايه الجديد عندك؟ طاسة، اللهم صل على النبي، طاسة صغيرة الحجم بنجيبها ونعمل فيها كده ايه تركية حلوة. تعالي يا حلوة، حلوة. حطها على النار كده، بنحط فيها زبدة. بجد يا شيف؟ حتة سمكة بقى، ده زبدة حلو كده انا مش هسيبها تسيح زي ما هي كده، واحط على الزبده دي معلقتين من الزيت. جربي جربي الطريقه دي. شويه زيت صغيرين، حلو قوي، واسيبهم على النار كده. حلو، الزبده تسيح مع الزيت، الزبده تسيح مع الزيت، حلو قوي. واحط عليهم شويه عصير ليمون. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. الخلطه دي زبده زيت عصير ليمون، حلوه. يبقى في حاجتين، اول حاجه جهزت التوابل دي اللي هي عباره عن ثوم مع شطه مع كمون مع كزبره مع فلفل حار، كل دول مع بعضيهم اهو. خضره تاني، كزبره خضره، شويه شبت صغيرين، حطيت فلفل حار، ثوم وشطه ناعمه، سبايسي شويه معلش، ده اختياري برضو يعني. والسمك اذا ما فيهوش طعم السبايسي او سنه السبايسي ما بياخدش الطعم. بالشكل ده كده، والثوم اساسي. وناخد اللي احنا حطيناه في الطاسه هنا، زبده زيت ليمون، زبده زيت ليمون، لغايه لما الزبده تسيح. حلو، زي ما هما كده اهو، حلو. على فين يا عم الشيف؟ هنا، ده هو ده الجو. ينزل على الخلطه دي، شفت؟ الله، هنا بقى الموسوعه. دي الموسوعه، الخلطه دي نخليها كده نقلبها تقليبه حلوه. دي عباره عن ايه تاني؟ ايه ده؟ السمك موجود عندنا، بس اعمليه بالطريقه اللي انا عملتها دلوقتي. ده زبده وزيت وعصير ليمون، سيحتهم في الطاسه على النار، حطيتهم مع بعض على الفلفل والكزبره والشبت والثوم والشطه والملح والكمون. بقى دي الخلطه بتاعتي زي الفل يا عم الشيف. ناخد السمك الحلو ده كده بسكينه صغيره كده، ونمسك واحده واحده على ايدينا اهو الشكل ده كده، خليها كده هنا قدام حضراتكم، وعندنا السمكه في ظهرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بنفتح الفتحه دي كده لغايه لما توصلي للسلسله، ونحطها هنا. حلو، نفس القصه. ونحطها هنا كده، حلو قوي. وهنا نفس القصة، الله الله على الريحة، أنا عايز الريحة دي بقى. الريحة دي بقى هنطفيها بالإيه؟ بالخلطة المغازية. الله على الريحة، هو ده. ده جو السمك في البيت. نفتح السمكة من ظهرها. عينيا، وناخد الخلطه دي عينيا. شفت الجو ده كده؟ السمك اتشوى، الله، تسلم ايدك يا شيف، والله حاجه جديده دي.
شويتي بوري في البيت. درجة حرارة الفرن عندي 180. هندخلها الفرن. ألف أنا وشفا للي ياكل. أنا بعتذر للأساتذة طبعًا اللي هيجوا للاستوديو بعد مني. الإخوة والأساتذة المذيعين. هندخل دي الفرن. يا نعم. العب، والله أنا عارف إنك هتقول كده. تعالوا مع بعض نقفل الفرن. طبعًا عايزين تعرفوا حضراتكم إيه اللي حصل دلوقتي حالًا. مخرجنا قال لي ما تدخلهاش الفرن، هي عجباني كده. واحنا لازم نسمع كلام المخرج. سمك على الفرن على البوتاجاز بالطريقه دي استوى تقريبا، هندخله الفرن ياخد وشه لطيف وجميل. ولكن هي التركه ان الطاسه تكون سخنه او الصينيه اللي بتحط فيها السمك مع التتبيله اللي انا عملتها بوجود الزبده والزيت، اكيد الطعم في حته ثانيه. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ايه حكايه شوربه السي فود اللي بنشربها بره ما بتبقاش زي اللي في البيت. اوعوا تروحوا بعيد تماما. تعالوا نطلع السمك من الفرن. اللهم صل على النبي. استوى السمك؟ جاهز؟ بص انا اعمل ايه بقى. مخرجنا جميل، تستاهل تستاهل الابداع ده. لا لا لا، دلعني دلعني بالله عليك، دلعني دلعني. هو ده هو ده. شفت بقى الرز؟ شويه رز تدور في الكتاب مش هتلاقي، تدور في الكراس مش هتلاقي، تدور على جوجل مش هتلاقي. هتلاقي فين؟ المغازي. هو ده. الله، الرز عطشان هنا زي الارض العطشانه كده لما نسقيها. بص هو ده خلاص. شرب السي فود وطعم السي فود وخبره السي فود وتومه السي فود وطعم السمك البوري من خير مزارعنا. بس خلاص زي الفل تمام. نزود الميه بتاعتنا عيارنا العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضنا. بصراحه انا لو قاعد على السفره والله العظيم هاكل الرز وما هاجي جنب السمك. انا اخدت طعم السمك في الرز خلاص. وغطي الحله اللطيفه دي واسيبها. الله، الف هنا وشفا للي ياكل. نغطيها ونغرف السمك بتاعنا. حلو الكلام. سيرفيس حلو زي ده كده يستاهل البور الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مكانها هنا كده. سمك بوري مشوي في الفرن. واهم حاجه نفتح ظهر السمكه عشان الطعم والفليفر يخش جوه عند السلسله. الف هنا وشفا للي ياكل. ناخد شويه الخضره الحلوين دول، مهمين دول على فكره. ناخدهم نحطهم كده على الوش. الله، مش محتاج. هو السمك مش محتاج اي حاجه خالص، ولا برزنتيشن ولا عصير ليمون ولا. خلصت اي اضافه هتغير الطعم. خلي بالك زي ما هو كده. شويه الرز بس دول يطلعوا من النار. الف هنا وشفا للي ياكل. خلص الكلام. نكمل موضوع الشوربه. حاضر يا فندم، بس خلينا احط لك السمك ده في حته حلوه عشان تعرف تدلعه. هو ده. تعالوا مع بعض نكمل حكاية الشوربة. معانا الطايم قد ايه يا شباب؟ حبايبي اخواتي. الله، ايه ده؟ حتى ربنا مبارك في الوقت. كل طول ما احنا بنشتغل بضمير وبقلب الوقت بيعدي. ايه حلو قاعدين بقى ومستنين الوقت يعدي، ودنيا هتعدي الساعة كأنها سنة. خلي بالكم، اشتغلي كده وضيعي الوقت في الشغل والإبداع والتفكير وازاي نبسط الناس
حتى تلاقوا القعدة الحلوة ما بتطولش، قاعدين مصالين وبنضحك كل حاجة، تلاقي الوقت عدى بسرعة. سفرة بسيطة سهلة، طعمها مختلف، مش مكلفة، ولكن فيها فكر طهوي. قصة عمل الرز بالطعم ده بالتأكيد هيكون مختلف معاكي. شوربة السي فود بقوامها بشخصيتها بالقشريات بالرخويات بتاعتها. عمنا البوري اللطيف من خير مزارعنا اللطيفة اللي بنصدره للدنيا كلها، اتعمل بتكنيك عالي لطيف، وشوفنا التركية بتاعته. الطاسة لازم تكون سخنة أو الصينية، وياخد التتبيلة مع الزبدة والزيت. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.